معايا الفنانة المطربة آية عبد الله على التليفون. مساء الخير يا آية. آية، أيوة مساء الخير، كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي طيبة وحضرتك طيبة يا رب، وبالصحة والسلامة، وإن شاء الله سنة سعيدة كده على كل الناس، وإن شاء يا رب علينا وعليكي. آية، أنا عارفة إن أنتي بتستعدي الحفلة دلوقتي. فين الحفلة دي؟ عندي حفلة دلوقتي في مدينتي، في ناحية التجمع الخامس، وكان عندي أول امبارح حفلة برضو عشان رأس السنة في النادي الأهلي. ربنا يكتر حفلاتك يا رب. يا رب. يا رب إن شاء الله. أنا مش هعطلك، بس سمعينا حاجة ل 2018 للمشاهدين بقى، عيدي عليهم. هدندن لهم حاجة كده بسيطة من أم كلثوم. قولي. أوكي؟ اتفضلي. انت اللي فاك بنايبه وراح، وفات لي طيفه في خيالي، وانت اللي بالظما وشقى وساب لي ناره في ضوئي المر على خاطر ذكرى جميل يا آية، وكل سنة وانت طيبة، وبنتمنى لك وقت سعيد في الحفلة النهاردة، وبشكرك على الأغنية الجميلة اللي انت سمعتيها لنا. كل سنة وانت طيبة. مشاهدينا، فاصل ونواصل.